السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل طبعا من قناة مهندس أحمد سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح يعني إيه ستار ويعني إيه دلتا بالتفصيل وبالفهم مش بالحفظ، أوكي؟ عشان في كتير منا بصراحة يعني عنده خلل في النقطة دي بالذات. مش قصة خلل بقى، هي واخد مفهوم فكرة الستار دلتا دي كل حاجة، كل مفهوم خاطئ في أي حاجة أنا بشوفها هقولها لكم دلوقتي، أوكي؟ طيب بداية، عنده نوعين في المواتير من الروزيتات. في روزيتا ممكن تلاقيها بالمنظر ده، ويا إما متوصلة ستار يا إما متوصلة دلتا. دي توصيلة الستار، أوكي؟ ودي توصيلة الدلتا. دلتا، أوكي؟ تمام؟ هشرح ليه متوصلين كده بعدين. وفي النوع التاني من الروزيتات بتلاقي فيه الست فرد قدامك، اوكي؟ هقول لك يعني ايه الست فرد، وازاي تقيسهم بالافوميتر، وازاي ترتبهم بحيث انك توصلهم دلتا او نجمه زي ما انت عايز. يعني هتخرج من الفيديو ده ان شاء الله، بس تركز معايا كويس جدا، هتخرج من الفيديو قدام الاخر فاهم كل حاجه، اوكي؟ طيب بدايه كده، بدايه انا عندي 3 ملفات جوه الموتور، لانه 3 فيز، انا هوصل 3 فيز، اوكي؟ واللي مش عارف الفرق بين 3 فيز والسنجل فيز، انا منزل فيديو بالكلام ده، تمام؟ طيب الملف انا هسمي بدايته X1 و X2، الملف الثاني Y1 Y2، الملف الثالث Z1 Z2، اوكي؟ طيب الكونكشن ازاي؟ بيقول لي والله لو انت وصلت الـ3 بدايات او الـ3 نهايات مع بعض واديت الطرفين التانيين كهرباء، يعني اعتقد دي البدايات ودي بداية ودي بداية، لو قفلتهم مع بعض واديت من هنا كهرباء، دي اسمها توصيلة النجمة اللي بتتوصل بالمنظر ده، تمام؟ تمام. طب اعرفها ازاي وليه بتتعمل كده والشكل ده؟ ده كله هيتشرح دلوقتي، تمام. طب الدلتا بيقول لي والله لو انت وصلت دي بداية الاولاني ودي نهاية الاولاني، دي بداية التاني ودي نهاية التاني، دي بداية التالت ودي نهاية التالت، متفقين؟ بيقول لك والله لو انت وصلت بداية بنهاية، بداية بنهاية، بداية بنهاية، وقفلت التلاتة دول كلهم مع بعض وجيت وصلت لي كهرباء فيها، دي توصيلة الدلتا. بمعنى انا هوصل دلوقتي ركز كده، انا هوصل دلوقتي، مش دي بداية بنهاية، الملف اللي بعده على طول بتروح موصل دي كده، خلاص مش دي بداية بنهاية بالنهاية الملف اللي بعده كده، الدايره ما اكتملتش، فاضل بدايه ونهايه اهي، تروح موصل الزد 1 دي بالنهايه دي، خلاص كده وصلت الموضوع عشان مش واضحه بس، تمام. ونروح واخدين على ايه؟ على كل طرف فينا كهرباء، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته، وصلت اهو، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته، وصلت الفكره؟ تمام كده، تمام. طب ينفع اوصل هنا؟ مفيش مشكلة، ما هو انت كده كده لو وصلت هنا هي النقطة دي، ولو وصلت هنا هي النقطة دي، ولو وصلت هنا هي النقطة دي، يعني تاخد من هنا توصل الكهرباء ومن هنا، يعني الطرف واحد يعني، عشان ما فيش حد يتلخبط بس وياخدها قاعدة كده، اوكي؟ طب ليه سموا دي دلتا وليه سموا دي نجمة؟ ومش معنى دي بتسحب تيار اقل ودي بتسحب تيار اعلى؟ مبدئيا انا بستخدمها في المواتير اللي بتسحب تيار عالي، اوكي؟ بمعنى ايه تسحب تيار عالي؟ بمعنى انا في توصيله الستار هتلاقيه بيسحب تيار قليل، ليه؟ هقول لك دلوقتي. في توصيله الدلتا بتلاقيه بيسحب تيار عالي، ليه؟ طب مش معنى التوصيل ده كده، وهل التوصيل ده كده شكل الملفات من جوه عامل ازاي؟ هشرح ده كله دلوقتي، تمام. توصيله الدلتا بالمنظر ده، اوكي؟ اقول لكم معايا وما تركزوش في القوانين والكلام من ده الا من دلوقتي، ايه؟ عشان انا لو دخلت في الحته الهندسيه الكهربائيه مفيش حد هيفهم اي حاجه، احنا بشرح بوجهه نظر ان الكل يفهم، او بطريقه الكل يفهم. الدلتا اهي، والله انا وصلت الثلاثه فاز L1 هنا، وادي L2 اهي، وادي L3 هنا. تعالى كده ركز في النقطه دي كده، التوصيل اللي انا وصلته ده هتلاقيه هو ده بالظبط. ركز كده، مش دي X1 ودي X2؟ فين X1 هنا اهي ودي X2؟ كانت X2 هنا، ركز كده، واصله بمين؟ ركز كده، بZ1 صح؟ تعالى هنا اهو نفس الفكره، X2 واصل بمين؟ لا هنا Y1، نمسح عشان ما نلخبطش الناس ونيجي
قولوا لا انت بتشرح مش عارف ايه، بتشرح مش عارف ايه، ركز كده اهو، خليها زد وان زي ما هي. خلاص اعتبر ده الملف التالت يا سيدي، ده واي وان وده واي تو. خلاص ده واي تو بقى، ده واي تو، ده واي وان. خلاص ركز بقى كده، مش ده اكس 1 واكس 2 اهو، ده الملف اهو. انا قلت لك ايه؟ نهايه ببدايه، نهايه راح لبدايه زد 1، نهايه راح لبدايه زد 1 اهو، فعليا وصلت. طيب الملف الثالث اهو، نهايته راحت لبدايه الملف الثاني، يعني زد 2 بواي 1، ادي زد 2 واي 1 صح، وادي واي 2 وصل باكس 1 اهو، واي 1 واي 2 وصل باكس 1، واي 2 واي 1 اهو، وادي واي 2 وصل باكس 1. ده معناه كده فعليا هي الطريقه دي، هي الطريقه دي اه، يعني بدايه بنهايه، بدايه بنهايه، بدايه بنهايه، تديك توصيله الدلتا. طب ايه اللي بيخليها تصحى بطيار عالي بالعقل كده؟ هو بيقول لك هنا تيار عالي والجهد منخفض. ليه الجهد منخفض؟ هقول لك دلوقتي. هنا التيار قليل، مش بقول لك تحفظ والله، بس انا اقول لك ليه، والجهد عالي. تمام ليه؟ بالراحه كده. هنا دلوقتي دي الدلتا، اوكي خلاص تمام، هي دي التوصيل، اه التوصيل تمام. لو جيت طبقت الجهد هنا 380 فولت، انا عايز اطبق 380 فولت، يعني ما بين الفازه والفازه كام؟ 380، وما بين الفازه والفازه 380. ال 380 دول واصلين لمين؟ لهنا. لا هنا نعتذر، بس هنا التطبيق بتاع 220 اوكي، بس انا ببدأ بوضح بس 220 خلاص. ليه؟ بص اي موتور عندي، عشان نفهم بس هنرجع للنقطه دي تاني، اي موتور عندي مكتوب عليه 220 فولت على 380 فولت، قاعده اساسيه كده تحفظها وهفهمها لك ليه دلوقتي. ال 220 بيكون التوصيل الدلتا على طول كده، وده التوصيل النجمه. اوكي طيب، في موتور عندي تاني مكتوب عليه 380 فولت على 660 فولت، قاعده اساسيه كده، فين الجهد القليل؟ اهو، يبقى دي الدلتا ودي النجمه، يعني الجهد القليل دلتا والجهد الكبير نجمه. طب ليه؟ تعالى هنا بقى افهمك الحته دي. نعتقد ان احنا شغالين على موتور اول نيم بليت عندنا، اللي هي 220 380، يعني الدلتا 220 والنجمه 380. اه تعالى ركز هنا، ادي 220 واصلين على ال L1 وال L2. ركز كده، الكهرباء داخله على ايه؟ ما بين ده وده، يعني ما بين Y1 و Y2. Y1 و Y2 دي عباره عندي عن ايه؟ مش ملف؟ ملف. ركز كده ان الثلاث ملفات لازم تكون مقاومتهم واحد، يعني نعتقد كده ان ده مقاومته 4 اوم، يبقى لازم ده 4 اوم ولازم ده تكون 4 اوم، اوكي؟ يعني بيسحبوا نفس التيار من الاخر يعني، واذا كان في تفاوت ما بينهم ممكن تلاقي ده 4 و1 من 10، ده 3 و9 مثلا، ده 4 بالظبط مثلا. المهم ما يكونش التفاوت جامد، اخرك 1 من 10 او 2 من 10 او ماكسيموم بتاعك. ليه؟ لازم أن يكون الثلاثة مقاومات واحدة. ليه؟ عشان يكون الأمبير واحد في السحب. تمام؟ تمام. طيب أنا وصلت 220، 220 دول ما بين الفيزا والفيزا صح؟ فيزا والفيزا، الفيزا والفيزا مطبقين، ركز كده، L1 وL2 مطبقين على إيه؟ Y1 وY2 اللي هو ملف. ملف، أوكي؟ ركز كده، لو أنا طبقت الجهد العالي، جهد عالي على ملف واحد، مش غلط؟ طبعًا غلط. بمعنى تاخد الجهد القليل وما تاخدش الجهد العالي، بمعنى لو انا طبقت جهد عالي على ملف واحد مشكله كبيره. وصلت الفكره؟ هتقولي طب ما التوصيل ده ينفع هناك في النيم بليت الثانيه، اوكي مصمم على كده. يبقى انا عندي الدلتا بتاخد الجهد القليل ليه؟ عشان الجهد مطبق على فازه واحده، فازه واحده او ملف واحد زي ما بيقولوا. نفس الكلام هنا هتلاقيه مطبق عليه فازه واحده 220، نفس الكلام هنا اهو الجهد مطبق من L3 وL2. تمام تعالى على النجمه، ركز بقى كده، هنا قلت لك الجهد العالي، طب هنا بيطبق جهد عالي ليه؟ ركز كده، L1 وادي L2، ركز ماشي اهو، يطبق، اعتبر ده الملف الاولاني اللي هو X1 X2، وده الملف الثاني Y1 Y2، وده الملف الثالث اللي هو ده Y1، وده ملف التالت اللي هو Z1 Z2. خلاص تعالى كده بركز، يبقى كده دي بداية، دي بداية، دي بداية، والنهايات بتاعتي اتقفلت اهي، اوكي؟ تعالى ركز،
جوه ده ال 1 وال 2 هتوصل كام كهرباء؟ 380 فولت. تمام، ركز. 380 فولت اللي هو اللي اهو، الجهد اهو، الجهد اهو، ركز. مطبق على كام ملف؟ على ملف اتنين موصلين توالي، يعني المقاومة أكبر. أه أكبر طبعا، أهو موصلين توالي أهو، لو حسبناه قلنا موصلين توالي أهو. أوكي، ملفين توالي مع بعض. فبالنسبة لنا النجمة لازم تشتغل على الجهد العالي، عشان بتطبق الجهد على ملفين توالي مع بعض، وبيطبق على ملف واحد في الدلتا. فالجهد القليل بياخدها الدلتا، والجهد العالي ياخدها النجمة. اوكي، فقاعدة كده تتحفظ. المثلث يعني الدلتا، عشان تتفهم بس في النقطة، مثلث يعني الدلتا بتاعه جهد قليل، عشان ليه؟ الجهد بيطبق على فازة واحدة او على ملف واحد. الدلتا بتاخد الجهد العالي، عشان النجمة بتاخد الجهد العالي، اقصد عذرا، النجمة بتاخد الجهد العالي عشان بتطبق على ملفين. تمام، اوكي كده في النقطة. تمام. طيب ليه بتسحب امبير عالي؟ ركز كده، الامبير لو دخل من هنا الامبير هيتسحب فين؟ هيتسحب هنا وهنا، يعني الامبير بيخش على ملفين، مركز، من هنا ومن هنا. تمام، طب تعرف النجمة الامبير ما بيجي يخش من هنا بيتسحب منين؟ بيتسحب على ملف واحد بس. وصلت؟ فهنا يعني عشان ما اخشش في تفاصيل، بيقول لك ايه؟ ان التيار اللي داخل هو تيار الفازة او تيار الملف. هنا التيار اللي داخل اي لاين ده بيساوي جذر 3 الاي فيزا، او يعني بيتضرب في جذر 3. دي معادلات هندسيه طبعا بعد استنتاجات قوانين كبيره. يقول لك ان الاي لاين هنا يساوي جذر 3 الاي فيز، يعني الاي اللي ماشي هنا، التيار اللي ماشي هنا لو ضربته في جذر 3 يديك التيار اللي هنا. تمام، وهنا التيار اللي داخل هنا هو التيار اللي داخل هنا، عشان كده تلاقي بيسحب تيار قليل لانه ماشي في فازه واحده. انما هنا التيار هنا بيفرق عندي جذر 3 هنا، عشان التيار داخل متقسم لاتنين. فبعد التعويض في المعادلات الهندسيه طلع ان التيار المسحوب بيتضرب في جذر 3 الفيزا، وكده كده تيار الفيز اساسا ثابت عندي. ليه ثابت؟ لان المقاومه ثابته، انا عندي الملف ده 4 وده 4 وده 4، وده نفس الموتور ده 4 وده 4 وده 4، فالملف هيسحب نفس التيار مش هيزداد. بس الفكرة كلها ان بعد المعادلات في التعويض وفي المعادلات الهندسية في التعويض، هنا ضربناها في جذر 3، وهنا ما ضربناش في جذر 3 لان التيار اللي داخل هو التيار الايه؟ اللي على الفازة. تمام، وصلنا للنقطة دي؟ اه اوكي. طيب في ناس بقى بتيجي تقول لي والله في قانون عندي، القدرة بيساوي، هو قانون القدرة عامة بيساوي جهد في تيار في كوزاين فاي، بس احنا هنا عشان بنتكلم في 3 فاز فلازم نضيف جذر 3. فبنقول ان القدره بتساوي جذر 3 في ال اي ال كوزين فاي. تعال ركز كده، انا جبت من على النمبليت من شكي في الكلام اللي اتقال. اوكي، في واحد لقيته جاي لي في فيديو، يعني الا من رحم رب، يعني ان في ناس كويسه جدا في شرح الدلتا والنجمه، لقيته بيقول ايه؟ بيقول ان القدره في الدلتا اكبر من قدره النجمه. طب ليه سيادتك مش فاهم؟ هو الموتور هيجيب قدره من عند امه؟ بمعنى، عذرا في الـ في الـ في الـ في الـ في الاساءه، يعني هو فعليا الموتور هيجيب قدره من عند امه؟ بمعنى، هو الموتور مكتوب عليه قدره، انا جبت لكم مثال واحد اهو، مكتوب عليه قدرته 1.1 كيلو واط، يعني وكام؟ يعني تقريبا 1100 واط. اوكي، بيقول لك ان هو في تيار النجم هيسحب 2.7، وفي تيار الدلتا هيسحب 4.7. طيب الحته دي عشان افهمها لكم، تيار النجمه 2.7 لو ضربتها في جذر 3 هتديك ال 4.7، وال 4.7 لو قسمتها على جذر 3 تديك دي. يعني ممكن من تيار الستار اللي هو النجمه تجيب تيار الدلتا، وممكن من تيار الدلتا تجيب تيار الستار. بناء على ايه؟ بناء على الكلام اللي انا لسه قايله دلوقتي اهو، ان الاي لاين بيساوي جذر 3 الاي فيز، وهنا قلت لك ان الاي لاين بيساوي الاي فيز، لان التيار فعلا اللي داخل هو تيار الفازه. اما التيار هنا مختلف، ان التيار اللي داخل متوزع في ملفين، فايه؟ لازم يتضرب في جذر 3 بناء على معادلات الثري فيز. اوكي، طب تعالى كده، تمام، عرفت ان تيار النجمه ده ده كله معطيات. اوكي، اهو معطيات. تعالى نعوض كده في القانون الاساسي بتاعنا اللي هو اساسي في الكهرباء. عوض كده، هتكتب جذر 3 وتكتب الفي ال اللي هو جهد اللي داخل، اعتبره ايه؟ لو عوضت بجهد الدلتا هتقول 220، وتيار اللاين بيساوي
قال لك اهو تيار اللاين بيساوي او تيار الدلتا بيساوي 4.7، اضرب 4.7 في كوزاين فاي، كانت كوزاين بتاعته كانت 81/100 كوزاين، عوض في القيمه هتلاقي طلع لك بالرقم ده 1.8/100، يعني تقريبا 1.1 كيلو واط. ركز بقى. ها تمام، تعالى بقى كده ركز بقى في النقطه الثانيه، اشرح بقى النجمه هي جذر 3، الفي لاين كام؟ هنحطه 380 طبعا لان شغال على 380 الفي لاين، قلنا النجمه 380 والاي لاين قال لك هيسحب 2.7، تروح حاطط 2.7 في 380 في جذر 3 في الكوزاين فاي اللي هي 81/100، هتلاقيه كام؟ نفس القيمه. ده معناه ايه؟ ان القدره ثابته في الاثنين. ركزوا، يعني انا لو النجمه وصلته 380 فولت وسحب التيارها اللي هو ال 2.7، هي قدرتها 1.8 كيلو واط، وصلت اللي هو تقريبا بالمعادلات هي اللي مكتوبه على النيم بليت بتاعت الموتور. في الدلتا لو وصلت 220 فولت على الدلتا والكوزين فاي هي هياها طبعا لان دي ملفات والمقاومات ثابته، تمام، في التيار المسحوب منها اللي هو ال 4.7 هتلاقيها نفس القيمه اللي هي قريبه اللي هي مكتوب على النيم بليت. ده معناه كده فعليا ان الموتور ما بيجيبش قدره من عند امه، يبقى القدره ثابته في الاثنين. نركز، القدره ثابته في الاثنين. يا رب نكون فاهمين النقطه دي. اوكي اوكي تمام، يعني ده معناه ان كده القدره دي هي القدره دي. اه طيب، امال ليه بقى عملوا الدلتا والنجمه وقال لك ده قدرتها اعلى ومش قدرتها اعلى؟ هم عاملين النجمه والدلتا بس مش حمايه الحاجه، لا ده هي عشان تقلل لي تيار البدء. بمعنى ايه تيار البدء؟ قبل كده احنا قلنا ان هو تيار لحظي، الاي ستارت بيساوي تقريبا من 5 ل7 اضعاف تيار الريتد بتاعه. بمعنى لو اللي هو بيسحب لي هنا مثلا التيار بتاعه 50 امبير مثلا، تيار موتور 50 امبير، ركز كده انك هتضرب لي 5 في 50 او نجيب رقم اعتبره بيسحب 10 امبير، خلينا في ارقام حلوه كده عشان يبقى ايه الواضح. لو قلنا ان الموتور بيسحب 10 امبير، لو ضربنا في 5 هيبقى 50 امبير صح؟ ولو ضربنا في 7 هيبقى 70 امبير، يعني بيسحب له من 50 ل 70 امبير في الستارت بس، الستارت اللحظي. طيب سيادتك اساسا هو مصمم على 10 امبير، انت مركز؟ لو الستارت اللحظي ده وكل شويه هفضل اقول ان هو 50 70، تعالى بقى كده سيادتك لو قلنا ان الموتور 40 50 60 حصان في المواتير بقى الكبيره اللي هو فعليا هنحرك فيها الستار دلتا، وقال لك فعليا لازم تتوصل الستار دلتا، ليه؟ لان سيادتك لو انا وصلت للرقم ده اضربه كده في صفر كمان او خلي ال 10 دي بقت 100، يعني لو الموتور بيسحب 100 امبير يعني في الطبيعي بتاعه هيسحب له يا 500 يا 700 امبير في الستارت. هل الملفات النحاس اللي جوه الموتور دي اللي ملفوف بيها الموتور هتستحمل الرقم ده؟ ممكن تستحمل فعليا بس مره اتنين التالته مش هتستحمل. فقال لك لا احنا نحميه بالنقطه دي. نحميه ازاي؟ ان احنا نقلل تيار الستارت ده. نقلله ازاي؟ هي دي النقطه اللي بنتكلم فيها بقى. نقلله ازاي؟ ان احنا نعمل له توصيله معينه نوصله ستار بيها بحيث انه يسحب تيار الفازه بس، انت مركز في النقطه دي، يسحب تيار الفازه بس بحيث ان هو الجهد وصل له 380 مثلا، يسحب تيار الفازه بس وبعد ما يقوم ويشتغل نحوله دلتا. يعني ايه؟ طب ركز كده، اعتبر شخص ما قاعد، اوكي؟ انت قاعد تمام؟ جاي بتقوم من مكانك، انت بتقوم من لحظتين، من لحظه السكون. طيب لو انت قاعد في نفس مكانك برضه وجاي بتقوم بس واحد انت شايله فوقك، هتقوم بصعوبة طبعا صح؟ هي دي الفكرة، انك انت اما الموتور يقوم من لحظة السكون وهو بيسحب امبير عالي وهو متحمل، ده معناه ايه؟ هيسحب تيار اضعاف اضعاف الستارت بتاعه. بمعنى اعتبر ان الموتور متحمل تمام؟ يعني هو فعليا هيسحب ال 100 امبير اللي مكتوبين على النيم بليت بتاعه. اوكي؟ في الستارت بتاعه هيسحب كام؟ 500، اعتبرها 700. هيسحب 700 امبير صح؟ اكيد الملفات هتسخن وممكن تتحرق في ساعتها. تمام؟ وان عدت مره زي ما قلت لك ممكن ما تعديش الثانيه. وصلت الفكره؟ تمام. طب عشان اقلل التيار ده، لا انا هقول له بعد اذن سيادتك انا مش هخليك تسحب التيار ده. لا انا هخليك، لان احنا مثلا شغالين على 220، لا انا هخليك تسحب تيار اقل. وصلت؟ تيار اقل اللي هو ايه؟ هديك جهد اعلى شويه، انت معايا في النقطه ديت،
وبحيث انك تسحب تيار اقل وبعدين تقوم دلتا. والله انا ثلاث ارباع الناس شفتها في المصانع، يعني في ناس كتير قوي في المصانع بتقول لك ايه، انا اساسا الجهد ما كانش عندي 220، طب اعمل ايه وعندي 380؟ بروح موصلين 380 ستار وبعدين موصلين 380 دلتا. انت معايا في النقطه ديت؟ اه فعليا. بس الكلام ده امتى يا باشا؟ في المواتير دي. وصلت؟ في المواتير دي اللي هي بيتكتب عليها دي. ليه؟ لو انت جيت دلوقتي اشتغلت منين بليت الاولاني؟ مبدئيا لازم أن يتوفر عندك 220 فولت ما بين الفازه والفازه، مش ما بين الفازه والنيتر عشان مفيش حد يكون عنده سوء فهم. 220 سري فيز تمام دلتا، ولازم أن يكون متوفر عندك 380 عشان توصله نجمه تمام. طب هل ده متاح؟ لا مش متاح. في ناس بقى ما بيكونش عندها ال 220 دي، ما عندهاش الا 380، فهروح اجيب موتور من هون من نوع ده افضل. ليه؟ لان هنا بيقول لك انا وصلني دلتا 380 ووصلني نجمه 660، طب انا ما عنديش 660، انا عندي 380. بيروح موصله نجمه 380 ودلتا 380. ليه؟ عشان ما عندوش 220. طيب يروح جاي مقومه من النجمه دي 220، مفيش مشكله، هيسحب امبير اقل، يعني اعلى سنه من الطبيعي بتاعه، بمعنى ان انا المفروض اساسا اشتغل نجمه على 660، فانت هتشغلني نجمه على جهد اقل مني فهسحب شويه تيار عالي. والله انا مش عارف الناس دي عامله ليه الحته ديت، بس كده كده هيسحب تيار عالي برضه. يعني في الحالتين انا شغلت دلتا هنا شغلت دلتا هنا، بس هما بيوصلوا نجمه عشان يسحب امبير شويه اقل من تيار الدلتا، عشان زي ما قلت لك لو هو بدل ما يسحب 700 ممكن يسحب له مثلا في حدود 300 400، مفيش مشكله فيها، او 200 مفيش مشكله خالص عقبال ما يقوم فبيوصلوه. بس اللي هتفرق هنا عندي ايه؟ هيفرق العزم بتاعي. عزم الموتور بيتناسب طرديا مع التيار، بمعنى التيار اللي هيسحبه العزم بيفرق معاك. وصلت النقطه؟ طيب عشان ما نخشش في تفاصيل في النقطه دي، ففي ناس تقول لك والله انا ما عنديش الا 380 فاروح اجيب الموتور ده ووصله النجمه دلتا بده عادي مفيش اي مشكله، والناس بتوصله تمام دلتا بيوصلوا النجمة 380 ودلتا 380. المهم ان انا عندي الجهد الاساسي 380 دلتا. اوكي تمام، هنا 220 380 لازم توفر معايا 220 ووفر معايا 380 تمام. طيب عشان اعرفها بقى من جوه، قبل ما اشرحها من جوه، قبل ما اشرح ملفات من جوه، خلاصة الموضوع هنا كده ان القدرة بتكون ثابتة، بمعنى ان هو بيحاول ان هو الجهد قل عليه مثلا ما بين 380 و 220، 220 دلتا 380 نجمه، جهد القليل هنا والجهد العالي هنا. اوكي هنا مطبق على ملف واحد، هنا مطبق على ملفين. اوكي فهنا بيسحب تيار اعلى وهنا بيسحب تيار اقل. طب ليه بقى بيسحب تيار اعلى وبيسحب تيار اقل؟ هنا زي ما قلت لك في تقدير الملفات وكده، بس الخلاصه منها ان هو دلوقتي عايز يوصل لقدرته، يعني قدرته مثلا 10 كيلو واط، فعشان انت قللت الجهد عليه فبيعوض قيمة القدرة بالتيار. فهمت اقصد ايه؟ فيسحب تيار اعلى عشان يعوض قيمة القدرة اللي هي عندي بي جذر 3 في 3 اي في بي جذر 3 في ال اي ال كوزاين فاي. وصلت؟ هنا وصلت له جهد فيقلل التيار، فهنا جهد عالي التيار يقل، هنا جهد يقل التيار يعلى. وصلت النقطة ازاي؟ بس هي الفكرة كلها انا بس في عزم عندي بيتناسب تربيعيا مع التيار، يعني العزم مثلا العزم ده ترك بتناسب تربيع مع التيار، يعني لو التيار مثلا 5 امبير بقى العزم 25، هنا مثلا التيار بقى 3 امبير العزم بقى 9 امبير. وصلت الفكرة؟ بس هو بيتناسب تربيعي، فالفكرة كده في ديت خلاصتها يعني تمام. فكون ان حد يجيب الموتور ده 220 380 ومش عنده 380 فبروح موصله ستار وبعدين دلتا 380، يعني والله على حسب، والله كل واحد ودماغه فاهمني. بس ما عندي 220 عندي 380 جيب الموتور ده، ما عنديش بجيب الموتور ده وبشغله دلتا 380 بس بقومه نجمه 380 فالعزم عندي يقل سنه بسيطه، مش مشكلة لأن تيار النجمة بتاعه 660، بس هنا عزمه هيشتغل أقل لأن في تيار النجمة أنت فاهم الحتة ديت، تيار النجمة هيكون مثلا ساي 5 أمبير مثلا، بدي مثلا 5 أمبير، لو أنت قللت الجهد التيار يعلى شوية فيقوم بعزم شديد جدا في الستار
بس برضو في تيار عالي. فدي الفكرة، وصلت الفكرة. بس المهم ان هو بيقوموا اي قومة بجهد قليل، مش مشكلة فيها يعني. خلاص يعني كل واحد دماغه بقى. بس المهم ان انا وصلت لكم الموضوع ده، بس مش اكتر. تمام، ونكمل بقى ازاي نشرح ملفات من جوه. ركز بقى كده، هيكون التوصيل ازاي؟ بص، هيكون التوصيل ما بين، شايف ده كده، هيكون دي كده ملف، اوكي، ودي ملف، تمام، ومن هنا لهنا ملف. وصلت الفكرة؟ دي كده ملف كده، واهو وصلت النقطة. طب هل التوصيلة دي ازاي؟ التوصيلة دي من جوه، بمعنى ان دي، ده ملف X1 اهو، ده ملف X1 Y1، X1 X2 اهو، X1 هنا، X2 هنا، Y1 هنا، Y2 هنا، Z1 هنا، Z2. وصلت الفكرة؟ يعني معنى كده ايه؟ ان انت سيادتك كده لو جبت لي الافوميتر وجيت تقيس بالبازر اللي هو الصوت يعني اللي في الافوميتر، اللي مش فاهم افوميتر وعايز يفهم شرحه، في فيديو انا عامله برضو لشرح الافوميتر موجود، هسيبه لكم في الديسكريبشن. تمام، ركز كده اهو. لو جيت شيل البريدجات، طبعا ما هو البريدج ده اساسا بازر، يعني البريدج بيكون عباره عن شريحه من النحاس. تمام، فشيل كده البريدج وقيس ما بين ده وما بين ده، ما بيدكش صوت، فاهم؟ وبين ده وما بين ده ما يدكش صوت، وما بين ده وما بين ده ما يدكش صوت. ليه؟ لان سيادتك هنا الملفات متوصله جوه بالطريقه دي، موصل ما بين، هما 6 مسامير، 3 يمين وثلاثه شمال، هنا بيوصل ما بين ده وما بين ده ملف، وما بين ده وما بين ده ملف، يعني المسامير مسمار 1 2 3 4 5 6، بيوصل ما بين واحد ده وصلت، وما بين خمسه ده ملف اللي هو ده، وصلت الملف ده، وما بين ده وما بين ده ملف، وصلت، وما بين ده وما بين ده ملف، بحيث ان في الاخر الترتيب يجي سيادتك توصل لي الدلتا، توصل شريحه نحاس هنا وشريحه نحاس هنا وشريحه نحاس هنا، بحيث انه كده يوصل لي الدلتا. فهمت النقطه ازاي؟ طيب لو عندي الست اطراف فاضيين، عندي ست اطراف فاضيين كده ما فيهمش اطراف والكلام من ده، ومش عارف اوصلهم ازاي وبتاع، زي نفس الترتيب اللي لسه قايله ليك دلوقتي بالظبط، اوكي، نفس الترتيب ده، هتروح جاي سيادتك حاطط X1 هنا. يعني اهم شيء انت ما تيجي تحط الشريحه ما تقفليش ملف. ليه؟ لانك لو حطيت لي ملف، اعتبر ده ملف كده، اوكي، حطيت X1 هنا وX2 هنا، ما انت هتقفل الشريحه دي، ده معنى انت عملت لي شورت سيركت هنا كده، كانك عملت كده بالظبط من الاخر. يعني اما تعمل لي شورت سيركت على ملف، انت كده بتعمل ايه؟ انت ما توصلش. وصلت الفكره النقطه؟ يعني كده عمره ما توصل دلتا، انت كده ما توصلش دلتا، انت كده عامل لي شورت سيركت على الملف او قفل على الملف. فلازم تتحط بالسيكونس ده، اللي هو ملف كده وملف كده، وبين بين المسمار الاخير ده والمسمار ده ملف، بحيث ان انا اجي اوصل كده. وصلت النقطه؟ طيب هو انا ليه ما حطيتش الملفات بالمنظر ده؟ طبعا ما فيش الكلام ده، بس انا كنت بشرح. تمام، طب ليه انا ما فيش الكلام ده؟ ليه انا ما حطيتوش بالمنظر ده؟ ما حطيتش X1 على مسمار وX2 على المسمار اللي فوق واللي قباله وهكذا، وبعدين اوصل انا الدلتا بمعرفتي. ما هو سيادتك لو جيت توصل الدلتا، سيادتك هتيجي تحط شريحه نحاس ما بين، ازاي؟ عايز توصل مثلا شريحه نحاس كده وكده وكده، دول 3 فاز يا باشا. معنى انك توصل شريحه نحاس كده وشريحه نحاس كده، ده معنى انك كده ممكن فازه تخش على فازه ثانيه بالشريحه النحاس اللي انت حطيتها دي. اما الشرايح النحاس تبقى ايه؟ منفصله كده، دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، وال3 فازات يجوا بالمنظر دول، يتوصل هنا L1 مثلا وL2 وL3، يبقى ايه؟ الحاجه انت عازلها تماما عن المنظر، وفي نفس الوقت ايه؟ يبقى شياكه، ان L1 داخله وL2 داخله وL3 داخله. تمام؟ نفس الكلام هنا في الستار. هنا برضو الملف محطوط هنا، وما بين دي وما بين دي وما بين دي وما بين دي. طيب تعالى لو انت حطيت الملف، هو زي ما قلت لك اهو، حطيت الملف كده زي ما انتوا عايزين او دماغكم عايزينها اهو، هيشتغل في الستار بس. دي البدايات مثلا ودي اللي نهايات الستارت وادي الاند. تمام، دي بدايه الملف ودي نهايه الملف. لو قفلت الثلاثه دول ووصلت كهرباء هنا هيشتغل، مفيش مشكله ستار. ولو قفلت الثلاثه دول وديت الكهرباء من الناحيه الثانيه هيشتغل برضه بس ستار. اما الدلتا مش هينفع، الدلتا انا عايز بقى هجيب شريحه نحاس هنا وشريحه نحاس هنا وشريحه نحاس، ما ممكن الشريحه نحاس دي موصله للكهرباء، الشريحه نحاس دي هي موصله فعليا. فانت لو جيت حطيتها كده وجيت حطيت كده وجيت الشريحه الثالثه تحطها زي كده، فانت
في كهرباء داخله فممكن تعمل لك قفله معاك. عشان كده هم بيحطوا ترتيب الملفات ده كده، يقول لك لا انا مش هعمله كده بالمنظر ده، وصلت الفكره؟ يروح حاطه بالمنظر والسيكونس اللي احنا ماشيين بيه ده، وصلت؟ يقول لك لا انا هحطه لك، نشيل بس الدلتا دي كده، وصلت؟ يروح قايل لك ايه؟ قال لك انا هحط لك الملف من جوه المنظر ده كده، والمنظر ده كده، وما بين دي ودي ملف تاني اهو، وصلت؟ بحيث انك تيجي توصل تروح موصل دي وموصل دي وموصل دي، يبقى فعليا هتلاقي نفس الطريقه دي بالظبط. هتلاقي اهو، اعتبرها بص كده اهو، تعالى كده نطبق اللي احنا بنقول عليه، الكهرباء داخله اهو على زد دي 2، تعالى هنا كده، انا قلت لك الكهرباء هنا اهو، تعالى كده نفس الفكره بالظبط اهو، اوكي اهو، هدخل الكهرباء هنا، لا بلاش ندخل الكهرباء من هنا، ندخل الكهرباء من هنا، اوكي اهو 1 2 3 L1 L2 L3 L1 لو دخلتها زد 1 اهو، فعليا اهو مطرح ما المسمار انا عامله، هدخل الكهرباء هنا، و Y1 هدخل الكهرباء هنا، و X1 اهو، وصلت الفكرة؟ شوف ركز كده، X1 بإيه؟ واصل بالزد 2، X1 اهو واصل بال Y2، لا هنخلي مثلا الملف ده عشان ما انتهش، هنخلي الملف ده Y2 نفس التوصيلة بالظبط، والملف ده Y1، وصلت الفكرة؟ دي واحدة اهو عدلتها اهو، ماشي؟ يبقى كده اهو، شايف انت؟ هتلاقي X1 الشريحة النحاسية وصلت بي Y2 اهو، ادي X1 الشريحة النحاسية وصلت بي Y2، هي الشريحة كأن دي الشريحة اللي انت حطيتها، بس حطيتها بالمنظر ده عشان ملفات من جوه عاملة كده، وصلت؟ اه. طيب دي الطريقة في الروزيتات. طب الطريقة لو انت لقيت الملفات سايبة بقى، سيادتك هتروح قايس لي كده ما بين الفازة والفازة، او ما بين قصدي 6 اطراف سايبين اهو، ما اعرفش اطراف مجهولة، جيت رحت قايس مثلا بالبزر اللي هو الصوت ما بين فازة وفازة، هو هيديك بازة بس لازم يديك مقاومة، اوكي انا اعتقد ان هي 4 اوم مثلا انا بدي مثال، اوكي لو ادتك بازر وفي نفس الاصل في افوهات ميتر، في افوميتر في بازر، وفي افوميتر في اوم، وده شرحه في الفيديو اللي فات على فكرة في الافوميتر ده، تمام؟ لو انا جيت قست كده ممكن يديك بازر، يعني يديك صوت برضه بس يديك 4 اوم، في لو اداك بازر 0 اوم او حاجة قريبة من الزيرو بتعرف ان هو كده شورت سيركت او حاجه مقفوله يعني. المهم انا جيت قست كده، تمام؟ جيت قست لقيت 4 اوم الملف ده، يبقى تعرف كده اللي الطرفين اللي في ايدك تشيل منهم طرف ما تحطوش خالص في اللي قدامه، بمعنى انا معايا طرفين وصلت واحد في اكس 1، الطرف الثاني لو اداك صوت، اوكي لو اداك يعني في مقاومه، في مقاومه انا اعتقد ان في مقاومه، يعني ده ملف ما تحطش الاكس 2 بتاعه هنا، تروح حاطه في اللي جنبه على طول. طيب الملف التاني ده مقاومه، روح حاطط طرف هنا وطرف هنا. المهم ان في الاخر ده ما يقيس مع ده كهرباء، ده ما يقيس ده ما يقيس مع ده اوم، ولا ده ولا مع ده ولا ده مع ده. وصلت الفكره؟ بس تيجي تقيس بعد ما تخلص خالص وترتب مسامير تقيس بقى بالاوم ما بين ده وده لازم يديك اوم، ومن بين ده ومن ده لازم يديك اوم، وبين ده ومن ده لازم يديك اوم. ممكن تكون العكس، اه ممكن تكون العكس عادي، ممكن يكون جايه كده ما بين ده وما بين ده، او ما بين ده وما بين ده، وان ده وما بين ده، وصلت؟ يعني مش شرط يكون بنفس السيكونس ده، المهم ان يكونوا فاهمين ان الملف عباره عن مقاومه، ومقاومه دي موجوده قدام قاومه مثلا، اوكي؟ بس دي حبيت اوضحها بس مش اكتر، للي يا رب يكون بس كل فهم يعني ايه ستار ويعني ايه دلتا. بس ان شاء الله الفيديو الجاي هشرح اشارات البير جوه البير نفسه، انا نزلت فيديو في فهم الاشارات ديت، ماشي؟ فطلب مني فيديو ان انا انزل فيه ترتيب المغناطيسات نفسها في البير، هنزلها باذن الله، سواء ترتيب الاب ليميت والداون ليميت والسيلكتور والليفل والستوب، 5 مغناطيسات، تمام؟ 5 حساس اللي فوق الكابينه والمغناطيسات نفسهم، ان شاء الله الفيديو جاي باذن الله، اوكي؟ لو في اي حد عنده اي استفسار او اي حاجه يناقشني فيها، وارد جدا اكون غلطت في حاجه وانا بشرح لكم، تحت امركم مفيش اي مشكله، اوكي؟ دمتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.